فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قبل أن نبرح هذا الشيخ أشرتم جزاكم الله خير أنه عيد الأسبوع، يعني بعض الناس في نفوسهم يحبون الاجتماع والعيد والبهجة، أنه لو علموا أن هذا عيد يعني ثالث يفرح فيه المسلمون ويتزينون ويبكرون على عبادتهم. هذا هو، نعم، أنه من مراعاة الإسلام هذه الجوانب الروحية عند الناس، الواجب الاهتمام بيوم الجمعة أنه عيد أسبوعي شرعي، والاغتسال والتنظف والتجمل والتطيب وإصابة الطيب. أي نعم، والحضور مبكرا، هذا الواجب، لأنه يوم عيد عبادة، يوم عيد عبادي. أي نعم.